صباح الخير. صباح النور. صباح النور حبيبتي. صباح الخير يا ماما. صباح النور يا تحية. اكلت خلاص؟ اعمل لكم بيض؟ لا الاكل كتير. عادي، انا عايزه افهم في ايه اللي بيحصل. انا قلت لماما ورؤوف زمان وقال لباباه. طب يا ماما المفروض تفرحي. الحمد لله ربنا عوض عليها وعلينا كلنا. والحكايه يا ستي اللي انت ما كنتيش فاهماها دي كيف فهمتيها؟ ارتاحي بقى وافرحي يا ماما. مين ده وامتى حصل كده؟ انا هقول لك يا ستي. فاكره منصور عبد الجواد اللي كنت طول الوقت بتحكي لنا قصص عنه؟ منصور عبد الجواد؟ منصور عبد الجواد بتاع الشرقيه؟ كفر الرضا؟ ايوه هو ده. حفيده بقى عايز يتجوز زهره. حفيده مين؟ رؤوف. رؤوف بتاع الشوكولاته يا ماما اللي بابا دكتور توفيق. لا لا انتوا اكيد اتجننتوا، اكيد اتجننتوا. ايه الا ده؟ ايه الا ده؟ ليه يا زهره؟ ليه تعملي فيا كده؟ أنا ما صدقت إن أمي خدتنا واحنا صغيرين من البلد ومشيت بينا كلنا. ما صدقت إن هي ماتت. وأنا ابتدأت أنسى. ليه عايزة تدخلي الناس دي في حياتنا تاني؟ حرام عليكي، حرام عليكي. ليه؟ في إيه يا ماما؟ حرام عليكم. ماما في إيه؟ طب اقعدي اقعدي اقعدي. حرام عليكم، حرام عليكم، حرام عليكم. ماما ماما بالراحة عليهم. بالراحة. بسم الله. طلعي تحية. ماما في الإسعاف واخدين رايحين المستشفى.